تحتفل الكنيسة المقدسة في الرابع عشر من شهر أيلول من كل عام بعيد رفع الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، ويرتبط هذا العيد بحادثة صلب وموت السيد المسيح على جبل الجلجلة. وبهذه المناسبة المباركة تقيم الكنائس في العالم بحسب التقويم الغربي القداديس الاحتفالية بحضور رؤساء الكنائس والأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع المؤمنين. وانطلاقاً من رسالته الإيمانية المقدسة، سيقوم مكتب فضائية نورسات في الأردن وفلسطين بتغطية الاحتفالات بعيد رفع الصليب في بث مباشر منقولاً من الكنائس المنتشرة في مختلف محافظات المملكة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإدراج هذه الاحتفالات في نشرتنا القادمة. يعد الصليب المقدس من العلامات التي يعتز بها المؤمن المسيحي، ويتجلى ذلك في حياته اليومية، فنراه يرسم علامة الصليب في كل وقت كان، في الأفراح والأحزان والآلام. يرتبط عيد رفع الصليب المقدس بذكرى استرجاع خشبة عود الصليب الذي علق عليه الرب يسوع المسيح، فأصبح رمزاً للفداء والقيامة والمجد. تخبرنا الأناجيل أن اليهود طلبوا من بيلاطس صلب يسوع، فخرج المسيح حاملاً صليبه إلى الموضع المسمى الجلجلة. ومن الثابت أن يسوع مات على الصليب، وبعد موته اهتم يوسف الرامي بإذن من الوالي بيلاطس البنطي بإنزال جسد المسيح ووضعه في قبره الخاص الجديد. وبعد 300 عام من دفن السيد المسيح، ذهبت والدة الملك قسطنطين القديسة هيلانا إلى القدس تبحث عن صليب المسيح، وعندما سألت عن الأمر أخبروها بأن الصليب مدفون بالقرب من معبد فينوس الذي أقامه الإمبراطور إدريانوس، فأمرت بحفر المكان وعثرت على 3 صلبان. ولما لم تعرف أيهم صليب السيد المسيح الحقيقي، اقترح البطريرك مكاريوس أن تضع واحدا تلو الآخر على جثة أحد الموتى الذين كانت تمر جنازاتهم بالمكان في ذلك الوقت. فعندما وضع على الصليب الأول والثاني لم يحدث شيء، وعندما وضع على الصليب الثالث عادت للميت الحياة بأعجوبة باهرة، وبعد ذلك وضعوا الصليب على امرأة مريضة فشفيت في الحال. عندئذ رفع البطريرك مكاريوس خشبة الصليب ليراها جميع الحاضرين فرتلوا يا رب ارحم. فرفعت القديسة هيلانا الصليب المقدس على جبل الجلجلة وبنت فوقه الكنيسة المعروفة إلى يومنا هذا، كنيسة القيامة. ويبقى الصليب مرفوعاً فوق قمم أولويات المسيحيين رمزاً للفداء ومقياساً للتضحية، على الرجاء ساهرين في انتظار ذلك اليوم الذي نعبر فيه بالصليب من هشاشة هذه الدنيا
إلى عظمة قوة الحياة الأبدية.